اليوم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وبالقطاع الى القطاع الاتحادي في التعليم العالي ينظمان هذا اليوم الدراسي حول التعليم العالي اي اصلاح. كيجي هذا اللقاء اليوم للاهداف ديالو هو تشخيص وتقييم الواقع ديال كل انواع الاصلاح اللي عرفتها بلادنا في هذه السنوات الاخيره. والواقع اللي كيعرفوا التعليم العالي اليوم كيعرفوا واحد القفزه نوعيه في فترات محدده، ويمكن نتكلموا على الفتره ديال حكومه التناوب اساسا اللي فتحت هذا الورش بشكل كبير. اليوم لدينا وثيقتين مهمتين، الرؤيه الاستراتيجيه 2030 ولدينا القانون الاطار التربيه والتكوين اللي كيسالنا فين وصلنا في هذا في تفعيل هذه الوثيقتين بجهدهم، بالخصوص الوثيقه الاخيره اللي هي قانون الاطار التربيه والتكوين. تطرح لنا واحد العدد ديال التحديات اليوم بالخصوص مع ما عرفه القطاع ديال التعليم في الابتدائي والثانوي يعني والتاهيلي والاعدادي والتاهيلي. فالاسئله نبغيو نعرفوا شنو اليوم اين وصلنا في تفعيل القانون الاطار، وبالخصوص اننا اليوم والبرلمان يحتضن هذا النشاط، في الغايه منه نعرفوا ايضا شنو مازال مطروح على الفاعل البرلماني القيام به في هذا المجال. السؤال الكبير اللي كيتطرح في الموضوع هو اي تعليم عالي تريده بلادنا؟ المشروع الاقتصادي ديال بلادنا، المشروع الاجتماعي ديال بلادنا، المشروع الديمقراطي ديال بلادنا، شنو انواع التعليم اللي ممكن انها تقدم له اللي باغيها لنا؟ شنو هو نوعيه الخريجين الذين نريد؟ التعليم العالي في بلادنا اليوم اي دور يقوم به في علاقاته بالتعليم العالي على الصعيد العالمي، بالخصوص اننا جينا في منطقه اليوم استراتيجيه، في منطقه اللي عندها علاقات الشمال وعندها علاقات بالجنوب، وايضا تستقبل فاعلين اقتصاديين من جميع الدول، ممكن تكون تلعب دور الوسطه. فالتعليم العالي لا يمكن ان نقول الا انه غادي يكون في قلب كل هذه المتغيرات، وعلينا ان نجد الجواب اي تعليم عالي نريده. وبالتالي فاليوم كنستضفوا مجموعه من الخبراء، كنستضفوا رؤساء الجامعات، كاين الوزراء ايضا ديال التعليم العالي. من شان هذا النقاش يعطينا واحد مجموعه من الاجوبه اللي يمكن نستغلوا عليها لاحقا. شكرا. اليوم الدراسي اللي ينظمه الفريق الاشتراكي المعارضه الاتحاديه بشراكه مع قطاع التعليم العالي هذا اليوم، ويندرج فيه السؤال الذي يمكن طرحه: أي إصلاح نريد؟ تتعرفوا بأنه منذ منتصف التسعينات بدأ المغرب في واحد السلسلة ديال الإصلاحات ديال المنظومة ديال التربية الوطنية، التربية بصفة عامة، والمنظومة التعليم العالي اللي تتهمنا بصفة خاصة. هاد الإصلاحات بدأوا مع الميثاق الوطني ثم القانون 010 سنة 2000. منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا ربع قرن تقريبا، كانوا عدة دراسات، عدة تساؤلات مع التطورات ومع فين خفقنا وفين نجحنا وفين، يعني كانت لابد ما نوقف واحد الوقفة. ورغم أنه جاء القانون، جاء المراجعة ديال الدستور الجديد ديال 2011، كان ينبغي آنذاك تكون واحد المراجعة ديال القانون 010 لملائمته مع مقتضيات الدستور. ثم من بعد كانت الرؤية الاستراتيجية اللي صدرت على المجلس الأعلى، ثم القانون الإطار في 2019، ولا زلنا ننتظر. أيضا بغينا احنا نسلطوا الضوء على شنو هي الإشكاليات اللي كاينين في وسط المنظومة، في القوانين، في بصفة عامة، باش يكون واحد الإصلاح شمولي ومتكامل اللي نخرجوا من هذه الدوامة، وتشد البلاد ديالنا الطريق ديالها الصحيح، باش نكونوا حتى هنا في المراتب اللي نستاهلوها. ما تنساوش على أننا حنا بلد اللي عطى أول جامعة هي جامعة القرويين، كان من المفروض نكونوا حتى حنا من في الصفوف الأمامية ديال الدول اللي عندها تعليم عالي في مستوى.
Thank you.